وماله وعمل لي دنيته ومسحني وانا قبلك عشت كارت ومحدش مالي شحني سنين عايش في النار خاصية الانتظار سنين عايش في النار خاصية الانتظار يا اول عدلية يا اول عدلية الو مش هو الفايبريشن خلتني ما استقبلش بعد سماع الصفارة ما ترد ما تستقبل لو بينا البويس ميل صابر والصبر جميل لو بينا البويس ميل صابر والصبر جميل وقعت الشبكة فيا والنجلة تفتح عليا سيدي يا سيدي حلاوة المول طارق لابس بدلة وجربطتي وقميصي ده مؤقتا مؤقتا وبعدين ما انت لابس الروب بتاعي اهو ما قلتلكش اي حاجة سلام بقولك ايه انت لابس كده ومشيك وراح على فين رايح اقابل سارة وهعترف لها بكل حاجة وهقول لها واكيد هي هتقدر حبي ليها وتعتبر شوية الكذب اللي حصل دول مجرد ظرف طارق وهيعدي ادعيلي بقولك ايه ايه ما تصبر شويه بقولك ايه انا هروح يعني هروح وشوف لي معاك 56 جنيه كم 56 جنيه ايه لا ايه اوعى ترميه عايز ترميه ابقى انا مش في البيت سلام ادعيلي ربنا معاك مين انا اخر حاجه كنت اتوقعها انك تطلع كذاب وانت عارف كويس ان اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الكذب انت يا ابراهيم كذاب والله يا باشمهندسة مراتي كانت انا عرفت من مراتك انها ما كانتش حامل اصلا اتفضل يا ابراهيم مش عايزه اشوفك تاني امشي امشي يا كذاب امشي انت كنت عايز تقولي حاجه يا عمر عمري ما فكرت اقول حاجه خالص انا بس كنت هسالك سؤال هو ابراهيم ده مش هترجعيش تشتغل معاكي تاني ابدا مستحيل ده كذاب ابدا ابدا يعني اقولك ايه سيبك منه قولي انت متشيك كده ليه في يا جماعه ولا كنت معفن من قبل كده ولا ايه بص يا ساره انا ما اقدرش اتخيل حياتي من غير بدل بس تعرف هو الكاجوال يليق عليك اكتر انا ما اتخيلش حياتي ابدا من غير كاجوال على فكره انا عمري في حياتي ما لبست بدله ابراهيم ده مش راجع تاني صدقي ان الراجل اللي في اللوحه ده فيه شبه كبير قوي من باباكي الواحد هو بيرسم يبقى شايف حاجه ساعات لما اللوحه بتخلص بلاقيها حاجه تانية خالص لانه بتهيألي احيانا الروح هي اللي بترسم مش العقل حقيقي صدقيني بيحصل معايا كتير قوي طب وهنروح بعيد ليه انا كنت مره برسم مشروع كوبري علوي بتاع انفاق بعد ما خلصت الرسمه ببص كده لقيتني راسم واحد صاحبي نعم ايوه بيحصل صدقيني بس انا عرفت التشابه كان جاي منين لانه صاحبي ده كان اسمه محمود علوي فلقيته شبه بينه كوبري العلوي يعني الرسم ده شيء جميل قوي يعني فنون وكده مديحه اطلبي لي طارق الوكيل بسرعه اوكي مستر فايز بيني وبينك بكا بكا الو ايوه ده تليفوني مش ده تليفون اه هو ابو غالي صدقني شكرا ده انا ما حطيتش سكر معلش كوبايتي الكبيره ها بلاش الطمع كده الو ايه يا عم طارق يا استاذ
لو انت مش هتقدر تتصرف قول لي وانا اشوف حد تاني غيرك. حد غيري؟ لا، ما احنا متفقين. طب يومين، يومين بالظبط. ماشي ماشي، سلام. مش وقتك خالص. هو مين كان بيكلمك؟ ده واحد صاحبي كان عايز مني حاجة. عايزة اقول لك حاجة مهمة بخصوص عمر. اكيد هتقولها انها بتحبني. يوه ده وقته. ايه اخبار موظف شركتنا الهمام؟ تمام يا فندم الحمد لله. مفيش 100 خط تانيين جايين في السكه؟ وانا بحمل فيهم يا فندم. ان شاء الله. يا جميله ده صوت بنت. وما سالته مين قال انه واحد صاحبه. حاجه غريبه فعلا. بقول لك ايه، انت عندك عنوان بيته؟ مش عارفه بس بفكر ازق عليه البنت ليلى. انت عارفاها دي بقى اللي هتجيب قراره.